قناة المجد للقرآن الكريم. نستمع الآن إلى مجموعة من التلاوات النادرة مع ختمة الأجزاء بروايات شتى بصوت القارئ الشيخ فارس عباد، أحمد بن علي العجمي، أبو بكر الشاطري، إبراهيم الأخضر، محمود خليل الحصري، محمد أيوب، محمد جبريل، سعد الغامدي، خالد القحطاني، العيون الكوشي، محمد صديق المنشاوي رحمه الله. لا برامج، لا إعلانات، لا حوارات، لا أخبار، فقط آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار.